مساء الخير يا جماعة. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافش عليا هبقى كويس. خاف عليك ايه وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليه، ورغم كده جيت. وجيت لو عملت ايه بقى؟ عملت اشعاعات وتحاليل وكل اللي لازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا، وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك، انا بسالك عن بابي. تعبان كويس؟ محتاج يرتاح؟ محتاج دواء؟ دواء سعاد؟ ازاي ما تفكرينيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير، ساعتي بخره جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من نجمة عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت، بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها لها ازاي دي؟ قولها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي معاد دكتور، تبقى كلمني. ها يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بجد ام سوري يا معلم، والله انا ما كانش قصدي اضايقك خالص. خلاص يا عم ما حصلش حاجه، انا مش زعلان. انا اسف ليكوا يا جماعه، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. ما هو الزفت اللي بتشربه يا كابتن مو، والله حرام. بصراحة يا ماما انت زودتها قوي وقلت لسيف كلام غلس جدا. انا هون اعتذرله لما ينزل، وانا صلحت له عربيته ومش حاسبه عليه عشان اصلحه يعني. خلاص بقى يا حبيبي صعبت علي، ما خلاص بقى يا عيال. وبعدين هو كان سكران والخمرة بتعمل اكتر من كده. طب انت عارف انا ديك النهار كنت مأربعة نص زوتس، فقت منه لقيت نفسي متكلبشة باسم قصر النيل. قال ايه؟ بتحرش بالخواجات في المتحف المصري. خالتي مش ده الراجل الروسي اللي قال ان انت اختصبتي؟ لا يا بنت، ده هو كان الماني. امال الروسي ده نهين فيهم؟ ده بتاع قلعه قطبان. انت هتحدي عليا؟ انت ازاي متجوزه بابي؟ هو يعرف تاريخك القرف ده؟ ما جاتش مناسبه اقول. لما نرجع انا لازم اقول له يطلقك. شفت يا معلم السكر بيعمل ايه؟ على فكره بقى احنا لازم نبطل خمره وش، قوم بقى نشرب لنا سجارتين كده عشان اتاكد ان انت مش زعلان. وانا كنت زعلان بس يعني مفيش مشكله. بس بقول لك ايه، ما عندكش بودره؟ في كل حاجه يا معلم. يلا اوكي اوكي سكرتين. سيف كابتن مو صلح لك عربيتك وحطيت لك المفتاح هنا على الترابيزة. ايه يا سيف؟ انت لسه سكران؟ انا راجع القاهرة، افتح العربية معاكي عشان تقضوا بيها مشاوركم، بس انت اللي تسوقي، ما تخليش انا اللي يسوق، وانا هرجع بسوبر جيت. ايه العبط اللي بتقوله ده؟ شغل اطفال قوي، انت لسه قافش؟ عندنا مشاوير كتير قوي. انت اللي عندك مشاوير مش انا، انت اللي عايزه توصلي الفلوس مش انا. انا مش عبيط يا نيلي، انا يمكن يكون شكلي كده بس مش عبيط، وعارف انت محتاجاني ليه. عشان كل الناس بعدت من حواليكي، انا بساعدك عشان انا طيب وما بعرفش اقول لا. انا طيب اه، بس عندي كرامه، واللي اسمه مو ده بعتر بكرامتي البحر الاحمر كله.
خلاص يا سيف سوري. ما هو ده اخرك سوري، ويا ريتك بتقوليها من جواكي. انت بتقوليها بس عشان تمشي بيها امورك، تعملي المصيبه سوري، تدوس على الناس وتهنيهم سوري، مع ان الناس اللي انت بتهنيهم دول هما اللي قعدوك عندهم واستحملوا سخافاتك وغلاستك وقرفك. بص يا نيلي، انا من ساعه ما عرفتك وانا اتبهدلت بهدله ما شفتهاش في حياتي، وقفت جنبك وساعدتك عشان كنت شايف فيك حاجه حلوه، بس انت مصممه تصدري الوحش اللي جواكي، غرور وانانيه وعظمه وقله ذوق وتكبر، لحد ما بقاش فيك حاجه عدله اصلا. حتى اقرب الناس ليك مبقوش طايقينك. جدع يا واد يا سيف، يسلم فمك. بس يا نيلي، ما انت عارفه الواد سيف زربون وعصبي وفي الاخر بينزل على مفيش. بس تصدقي وتؤمني بالله الواد عنده حق. ايه يا نيلي؟ ايه انت بتعيطي؟ انت عندك مشاعر زينا كده وبتعيطي عادي؟ ده انا فاكراكي جبله يا بت. طب خلاص خلاص ما تعيطيش، اوعي تكوني صدقتي كلام الواد المتخلف العبيط ده ان احنا ما بنطقكيش. لا طب اقول لك على حاجه، انا عشت طول عمري كان نفسي يبقى ليا اخت او حتى صاحبه قريبه، بس يعني لعيب بقى في الشغل وحياتي وكده. من اللي انا ما اعرفش اي حد في حياتي غير خالتي صباح والواد هاني، وديك انت عشرتيهم كام يوم جابوا لك تخلف، ما بالك انا بقى عايشه معاهم عمري كله. القصد يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان اول ما ربنا بلاني بيكي قلت الحمد لله ربنا عوضني وبقى ليا اخت. حتى لو طلع موضوع الكنز اللي سايبه لنا جدنا ده باكل بان، هفضل احبك طول عمري عشان انت اختي بجد يا بت. انا مش وحشه يا شيرين، اوعي تفتكري ان انا بكون قصدي اضايق الناس او اعملهم وحش، بس انا شخصيتي كده، اتولدت كده وعشت طول عمري كده، بالذات بعد ما مامتي ماتت الناس كلها كانت بتدلعني، بس مفيش حاجه بطلبها وما بتجيش، محدش بيقول لي لا على اي حاجه. انت عارفه يا شريهان انه انا كمان ما عنديش اصحاب، انا كل اصحابي بيستغلوني وانا عارفه كده، عشان كده كنت دايما بقول انه اكيد مفيش حد بيحبني، لحد ما جيت لكم وشفت انتوا ازاي مستحمليني وبتعاملوني ازاي من غير سبب، فعرفت ان انا عندي مشكله وعرفت ان انا غلط ولازم اتصلح. بس صدقيني انا مش عارفه اتصلح، لان هو مش زرار ادوس عليها ابقى بني ادمه تانيه. يا ستي ما تشغليش بالك، تتصلحي او ما تتصلحيش احنا بنحبك كده زي ما انت، وبعدين القط ما يحبش الا خناقه. قصدك ان انا بخنقكم يا شيرين؟ طبعا يا نيلي خنيقه جدا بصراحه. يا بت انت بنت عمي يا بت، يعني اختي. انت حيفه. I love you so much يا شيرين. Me too my sister. طب اقول لك الدليل ان انا بحبك قوي. قولي. هو ان انا دلوقتي وانا هتنقي ريحه الفسون اللي انت لابساه دي خانقاني قوي. ما خنقتني انا كمان يا نيلي ومستحمله والله. بس عامل ايه؟ ما انت عارفه يا نيلي الغردقه والعرق مع الفسون بيبقى صعب، وبعدين خلي بالك عرق الغردقه غير عرق بقى بورسعيد مع الفسون بيبقى اقوى. تعيطيش بقى. كده يا سيف، كده اللي انت عامله في نيلي ده؟ ما انا جاي عشان كده. انا اسف يا نيلي.
طب يا جماعة أنا هقوم عشان لحظات الاعتذار دي بتوترني. اللي أنا آسف، أنا ما كنتش أقصد. ممكن ما تعيطيش؟ أنت عندك حق يا سيف، أنا فعلاً أنانية وما بفكرش غير في نفسي، وأنت طيب جداً، بس أنا مش محتاجاك عشان أنت طيب، أنا محتاجة لك عشان أنت راجل. أنا بطمن وأنت جنبي يا سيف. ممكن في الأول كنت أبقى بستغلك لما الناس كلها بعدت من حواليا، ما كانش عندي حد غيرك أروح له. أنت عارف يا سيف، أنا من ساعة ما بابي اتسجن وأنا بحس إن أنا ضايعة ومفيش حد جنبي، لأن بابي كان دايماً بيحسسني إن كل حاجة تمام. زيك كده يا سيف، من ساعة ما عرفتك وكل الحاجات اللي بتعملها معايا ووقفتك جنبي رجعت أحس إن كل حاجة تمام. وأنا المفروض أقول إيه دلوقتي؟ قول اللي أنت عايزه، أعمل اللي أنت عايزه، لو عايز تمشي امشي، أنا مش هزعل. أنت تعبت معايا جدا وأنا أكيد مش هقدر أطلب منك إنك تتعب معايا أكتر من كده. لو عايز تمشي امشي يا سيف، عشان ما تقولش إن أنا بستغلك، بس أنا مش عايزك تمشي. ماشي ماشي، هتمشي ولا ماشي هتقعد؟ ماشي ها. جدع ياد يا سيف، والله لو كنت مشيت كنت هقول عليك عيل واطي. هو انت كنت واقفه بتسمعينا؟ بصراحه اصلا انا عارفه الحاجات دي في اخرها بيبقى فيه ايموشن وكده، فقلقت قلت اجي افرملكوا، بس تمام الواد سيف طلع جدع بصراحه. اي بروميس يا جماعه انه من النهارده انتوا هتشوفوا نيلي تانيه خالص. طب يلا بينا بقى نلحق موضوع محفوظ والفلوس دي لانها هتغيرنا كلنا. اوكي يلا نطلع نلبس. لا نلبس ايه، ما انا لابسه اهو. يلا انت هتروحي بالقرف ده؟ هي هتروحي بالفسون ده؟ طب ما الفسون ده كان عاجبك دلوقتي، انا اللي كنت حضناني ومقمط عليكي كنت شماه وتمام. خليه بقى يكمل اليوم عادي، الفسون هي كم. طب تعالي معايا. اي لاف الفسون على فكره والله. بس انت يا سيف طلعت اصلي، عملت ايه بقى؟ انت رفعت حاجه ولا سمعت لطفي بخناق ولا ايه؟ يا اختي طلعت راجل بصحيح، راجل كده خالته صباح. انا الحاله المايل ما يعجبنيش. سوري يا سيف، انا مش عارف انا قلت لك كده ازاي بصراحه، يعني حقك عليا. ولا يهمك، مفيش حاجه. يعني بجد مش زعلان؟ عيب عليك. خلاص اعملوا حسابكم بقى ان احنا نخرج مع بعض ونسهر سهره حلوه كده، انا عازمكم عليها عشان اصالحكم. طب معلش يا مومه تاجلها، يعني عشان عندنا مشوار ضروري لازم نروح النهارده. مشوار ايه؟ ايه المشوار؟ ال ايه بقى؟ هنروح مطعم محفوظ اللي على البحر عشان عيد ميلاد سيف النهارده. عيد مين يا متخلف؟ عيد ميلادك انت. وكنت ناسي، شوف كنت ناسي ازاي عيد ميلاد النهارده. كل سنه وانت طيب يا معلم. وانت طيب. خلاص هاجي معاكم، بس انا هعزمكم ها؟ وهكلم الناس بقى يحصلوها على هناك. طب بقول لك ايه؟ ممكن تكلم ايزابيلا دي تيجي؟ ده انا هكلمك ايزابيلا وتوتابيلا وهعيط. وانت عايز ايزابيلا دي تعمل بيها ايه يا روح امك؟ لا يا خالتي ما تفهميش غلط، اصل البت قفشت صاحبها والكلب بتاعها، البت متدمره وعايزين نخرجها من المود ده يعني. وانت بقى اللي هتطلعها من المود يا ابن شاكر بتاع الساكسونيا؟ ايه ده؟ انت اسمك هاني شاكر؟ بقول لك ايه؟ اسمي هاني الدبدوب، هاني شاكر ده اللي في البطاقه. طب ما تقول لهم الاسم الرباعي. هاني شاكر محرم فؤاد. طب ما تغني لنا حاجه. يا ابني الاسم القالش ده. اسم القالش؟ طب معلش ممكن نعرف اسمك ايه؟ اسمي مو، يعني عادي. ايه مو ده بقى؟ ده صيني ولا تايلاندي ولا ايه؟ لا يعني اختصار لاسمي. ايوه ايه بقى الاختصار لايه؟ يعني اللي مؤمن ولا مرقص؟ ايه؟ يعني ما علينا، يعني بحكي لكم بعدين. لا يعني قول دلوقتي. لا لا ما علينا. محسن اسمك محسن وخير. Hey guys, I'd like you to meet someone.
القمر ده يا معلم؟ انت ما عرفتنيش عليها ليه؟ صدق يا لانك جعر وعمى البصر والبصيره؟ شو؟ ايه يا بنت ده؟ ايه الحلاوه والطعامه والشياكه دي؟ عادي يعني، اقل حاجه عندي، ده انا حتى ما رضيتش افور عشان الخروجه ما تستاهلش. طب يا بنت الحلال ما بتلبسيش ليه اللبس ده؟ عشان ما عنديش منه اصلا، ده فستان نيلي. يلا يا جماعه بقى عشان ما نتاخرش. Let's go guys. من ده اللي ياخدك مني، من مني من ده اللي ياخدك مني. طيب انا اروح اسلم على الناس وانتوا عيشوا براحتكم بقى. اوكي سي يو اراوند باي. ايوه بقى ننبسط كده ونسهر ونسكر ونرقص وننبسط ونعيش حياتنا. لايميها يا خالتي، عايزين نخلص الشغلين على خير. حاضر يا روح خالتك. على طول كابتني كده يا شريهاء. هاي هاني، تيجي نشرب دريت؟ ايه ده انت تعرفيني منين اصلا؟ مين يا بنت اللي مديكي فلوس عشان تيجي تعملي النمره الرخيصه دي؟ انا راجل محترم وبحب خطيبتي. خبطك قطر. ما تفك بقى يا قمر. مش هفك يا بتاع السياح. طب يلا يا كتاكيت. طب رقصه واحده يا شريهة. لا يا خالتي. يلا يا ماما. انت بتعملي ايه؟ بتعلقي البانسر؟ بتعملي ايه؟ حرام عليكي. يلا يا جماعة، هنعمل ايه في موضوع العربية دي بقى؟ سيبوني انا هفكر في خطة نوصل بيها للعربية. طب ما تخليك انت وانا هروح اشوف الموضوع ده. لا خليك انا هتصرف. طب احنا هنعمل ايه بقى لغاية ما سيف يجي؟ نشرب. يوه مالك يا هاني، على طول متفرجة على الخمرة كده. ايوه عايزين نشرب، عايزين نسهر وننبسط ونسكر ونرقص. فيها ايه؟ مالك عاملنا زي قبل النظرة كده. ايوه يا سامحة. محظوظ جاي، اتصرف على تبعتكم. ايه يا خالتي، احنا مش جايين من الشقه. الله، مش انتوا قلتوا خليكوا على طبيعتكم؟ ايوه يا خالتي على طبيعتكم، بس ما تبقيش شمال قوي كده هنا. ما تختش يا بنتي. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ يعني يا اخويا شايفنا جايين نعمل ايه؟ جايين نكشف سنان. يا عادي، ومين الهانم؟ احنا ما تعرفناش. انا صباح. وحضرتك تبقى مين يا عادل؟ دي مرات بابي unfortunately. يو نسيت. هو في عند حضرتك مشكلة ان احنا نسهر هنا عادي؟ لا ابدا، مفيش اي بلع بالمرة. طول ما انتوا قاعدين بأدبكم تشرفوا. لا ما تقلقش، احنا مؤدبين ومتربيين قوي. ممكن بس بعد اذن حضرتك تيجي مين شوية عشان اشوف البست؟ وماله. طيب مدام، have a good time. وانت من اهله يا روحي. هو ايه اللي بيضحك الراجل ده؟ تفتكروا اقتنع ان احنا جايين نسهر عادي؟ لا طبعا، ده دليل اهو، راح يقول للجارد علينا. عينك ما تتشلش من عليهم، مفهوم؟ يمكن يكون بيوصي علينا. اكيد بيوصي، ينزل لنا حاجه كومبليزون كده. اسمها كومبليمون متخلف. سوري انا هقولها لك بطريقه احسن من كده. انا قصدي يعني عشان تبقى قاعد مع الناس تقولها صح، اسمها كومبليمون. وات ايفر، وبعدين كومبليزون احلى. اوكي زي ما تحب.
اكيد مش بيوصي علينا يا ليلي، هو بس بيقول له راقبهم شوفهم رايحين فين جايين منين كده يعني. ده سوسه. مساء الخير مستر مو، امرني انزل الدرينكس دي. لا لا بعد اذنك، احنا ما بنشربش خمره. لا بنشرب يا ابني. بضميني جهاز، مش عايز اسمع ولا كلمه. ايوه يا حبيبي كتر خيرك. تشرب يا ولد. طبعا. مور مور. بصحتك يا جميل. مش ممكن هما كلهم بقى الكهوليكس فجأة كده. بقول لكم ايه؟ انا لقيت المكان اللي نوصل منه للعربيه. ايه ده؟ عربيه ايه؟ عربيه الكشري يا هاني، عربيه مستر حنتوس يا عم. طب هنعمل ايه في الراجل اللي قاعد بيراقبنا ده؟ سيبهولي انا عارف اتصرف معاه. طب محتاجاني اساعدك في اي حاجه؟ لا صباح ما بتحتاجش حد. ما تقلقيش على خالتي خالص، طالما لبست الجينز المطرز ده يبقى اكيد هتلوحه كده. يلا يا خالتي جو. انا اذنك اروح اشوف شغلي. خالته صباح باعت نفسها. سوري يا بابي، هي بتضحي بنفسها عشان تنقذك. بس انا مش فاهمه هي مبسوطه قوي كده ليه. هي خالتي كده اصيله بتحب تضحي. دي جامدة بس الست دي. يلا بينا. يلا ماما ميمي هتيجي معانا. ماما ميمي هتيجي معانا. اوكي خليكي. تعالي بسرعة. هو ده السليم اللي بيطلع عند العربية. هطلع انا وهاني، هتاخدي شريان وتستنونا بره. لو حصل اي حاجة كلميني في التليفون. اوكي مش عايزني اساعدك؟ اصل انا فجاه حسيت ان انا نفسي اساعد كل الناس واخدم كل الناس. من اللي انت اتغيرتي قوي؟ للاحسن ولا للاوحش؟ للاحسن طبعا، وعارفه كمان لما بقى. حبيبي مش وقته، يلا انجز. هاني. نعم. هاني يلا. يلا ايه؟ يلا نطلع فوق عند العربيه. انت متخلف. يلا هنطلع فوق للعربيه. تعالى يا هاني انا هفهمك. هتفهمني ايه؟ هنطلع نعمل ايه؟ هنطلع ننشر يا هاني عشان الغسيل ما يكمكمش. طيب قول بقى هنطلع ننشر، لكن تقعد تستظرف وتقول لي نطلع فوق عشان العربيه. يلا يا عم. جود لك حبايبي. سيف خلي بالك على نفسك. نيلي لا اله الا الله محمد رسول الله. دبدوبي. نعم. روح ما ترجعش. حاضر. شوشو خلي بالك من نيلي. كيف نيلي تيجي معايا الحمام بس اظبط ميك اب. حبيبتي انا مبسوطه بيكي قوي وانت مهتميه بنفسك كده. يلا بينا. نيلي. نعم. لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا حبيبي بقى ما تزهقنيش. ايه الحاجه يا سيف؟ العربيه. العربيه بجد مش كرتون. الله دي حلوه قوي. ايه ده؟ تعالى يا عم اقعد جنبي وانا استوى بتاع اللي جابوك ولا ايه؟ هاني اسكت يا هاني. طيب معلش قول لي نطلع على فين؟ اطلع على كنتاكي المقطم. ماشي بس هنزلك بره المحل مش هخش جوه. ده غير كابوبر احسن. خلاص يا عم هدخلك المحل. هات المفتاح. هاني يا متخلف، احنا مش طالعين نسوق العربيه، احنا طالعين عشان ندور. ما انا عايز المفتاح عشان ادور. هاني دور انت على المفتاح يا حبيبي، ولو لقيت بالصدفه كنز يبقى قول لي عبال ما انا اشوف الحاجات. ها ايه ده؟ دي هند صبري. هند صبري يا هاني بحبك. سي هاي. ازيك؟ هاي ازيك؟
على فكره انا مش بحب اروح للسليبرتيز واقول لهم انا بحبكم واتصور معاكم. دي مش سليبرتي دي اسمها هند صبري. ايوه عارفه يعني ما بحبش ان انا تو انفيد يور برايفسي وكده. يو جاست ديد باي ذا واي سوري انا لازم ادخل التواليت على طول. لا استني بس ده انا بعشقك عشق. طب اقول لك على حاجه بيقولوا ان انا شبهك. لا انت احلى بكتير طبعا. ربنا يخليك ربنا يخليك. عارفه ايه التشابه اللي هو السنان اللي بتبقى ايه زي باكس باني دي دي مش ضب على فكره ده سكس طبعا. لا بجد بالظبط بالظبط. شوفي بعد اذنكم كان في فيلم بتطلعي فيه حلو قوي الجزيره. اكيد الجزيره. لا هو ما كانش في الجزيره كان على الارض عادي. ابراهيم الابيض. لا ولا كان ابيض. طب على ما تفتكري ادخل التواليت ارجع له. طب استني بس ده احنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده انت هند صبري. ربنا يخليك. انا كنت عايزه اقول لك مشكلتي. مشكله؟ طب ممكن انا اقول لك مشكلتي. انا ساكنه في الفيلا اللي جنبكم هنا وجايه عشان المايه قطع عندي ولازم ادخل التواليت حالا. اكيد فاهمه. انا مش هاخد وقتك كتير. انا كنت عايزه اقول لك بس انه انا بابي في السجن وكنت عايزاكي تساعديني انه بس ماشي. طب ما تقولي كده من الاول. لا لا انا مش قصدي كده خالص. انا قصدي هاتي هتجيبي ايه يا امه. طب بتجيبي النكلس ده؟ بطلي تسولي يا شريهان. بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اعرفه. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجه من العربيه المتعلقه فوق دي. مش هقول لك يعني القصه كلها بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ يعني روحي اتكلمي معاه اتدلعي عليه ارقصي له. ارقصي له؟ ايوه مش انت ممثله؟ بس يا نيلي سيبك منها. نيلي دي طلباتها شمال. انت ممثله محترمه ما بتعمليش حاجات السكس دي. بصي انت تخش عليه بسكه ايه الاكشن. الحال يا محفوظ هيخطفوا. مش هديكي اداء بقى انت استاذ عاجب. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده. اعملي. انتوا مين؟ انا نيلي. وانا شيرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيلبرتي. والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكره يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط. بس بمسؤوليه. اشربوا قهوه وفوقوا. انتوا اقوى من المخدرات. قال نيلي وشريهان. قال شفتي عشان طريقتك افتكرت ان احنا سكرانين. انت اللي فضحتينا. دي افتكرتنا مبلبعين. شفتي النكلس خرابي على جنب. الهي يا رب ما توعى تتهنى بيه تدخل يفرط منها كده. شريهان ضيعت علينا فرصه بالتسول بتاعك ده. مش لاقي حاجه هنا. قلبت الدنيا هنا. النجدة يا عم بطل. انت شارب ايه؟ استايكز يا عم بطول. مش لاقي اي حاجه خالص. ده كان ناقص اشيل الجلد من على الكتف. انت جبت المجله دي من ايه؟ لقيتها هنا وانا بدور على المفتاح بالصدفه. طب مش تقول لي يا هاني انت خلف ده. طب ما في كلاكس. واقول لك ايه الحياه يا سيف؟ في كلاكس. ايه ده يهدين النبي؟ في مساحات يا سيف. في مساحات. بطل تخلف وبطل السكر اللي انت فيه ده. شايف العدد اللي في ايدك ده؟ ممكن نلاقي فيه لغز جديد يوصلنا للكنز. قلت لك عادل امام؟ مش هتعرف على فكره. هعرف اقلده. طب وريني. هوريك. ده مش عادل امام. ده محمود شكوكو. ده عادل امام يا عم. مش عادل امام. ما تستعبطش. طب اقلد لك احمد زكي. قلده. وريني احمد زكي. لا ما ده عادل امام على فكره. لا عشان الاثنين صحاب. انت فاكر ان ده عادل امام؟ انت عملت كده. عملت كده يبقى ده عادل امام. شفت؟ يبقى اللي انا قلدته الاول كان عادل امام. لا ما انت عملت كده بس. طب قلد لك فريد شوقي. هتقلده ازاي ده بقى؟ هقلده لك يا عدوي. هو ده الوحيد اللي انت قلدته على فكره. شوف. مش معقول كل ده لسه ما خلصوش. انا متوشوشه قوي. متوغوشه. وات ايفر. مش ده اللي قلقني خالص. انا خايفه على هاني لا يقع. حبيبتي انتي بتحبيه قوي كده؟ ما يتنيل ولا يغوف في داهيه. انا خايفه لا يقع على حد واصل يودينا في 60 داهيه. يلا يا هاني بطل. تاني هنزل لك نجات. نجات. نجات الصغيره. فوق بقى هاني فوق. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ يلا خلاص. ايه ده في ايه؟ لا انا عايز لسه الف بيها وكاروز وامريكا. كاروز ايه؟ فوق من اللي انت فيه. اعمل حاجه مستني ايه؟ عيش ايامك كلها. دي بقى في ايه؟ يلا انت مالك؟ انت شارب ايه؟ مالك عامل كده؟ مالك شارب ايه؟ ايوه مالك عامل كده ليه؟ يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف. او ماي جاد. بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو بسولك يا عم اهو. سيف اهو. اسكت. ايه يا طفي؟ ايه حي جمهورك؟